واخد ارض تبع توزيع اليمن وطلعونا منها، صاحبها خدها بالعافيه من الاصلاح وطلعنا منها، ومعايا ثلاث احكام 2086 و2007 و2014 لتنفيذ الحكم، ولكن مش عاوزين ينفذونا. نروح الهيئه نقول لك بكره يا سيد، واخدين مش عاوزين يدينا اي حقوق، وانا جيت هنا واقف احتجاجيه، عاوز الرئيس السيسي يجي يقول لي ارضك هي او يديني ارضي اعيش 60 نفر منين؟ احنا واقفين قدام الاصلاح الزراعي، معانا ثلاث احكام بالتمكين، ومحدش مكننا لغايه دلوقتي، وعمالين يمطلقوا فين؟